الو، انت معي، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخ امير؟ اي نعم، من وين؟ من الجزائر؟ لا، من سوريا. من سوريا، سني. اي سني، اي بس انا عندي الم تشيع. يا اهلا وسهلا، يا اهلا ومرحبا، يا اهلا وسهلا. الله يسلمك يا ربي، يحفظك. الله يبارك فيك. قبل ما احكي اي شيء، طبعا رحمت الشهادة اللي هي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن عليا بالحق ولي الله وأشهد أن فاطمة الزهراء والحسن والحسين والأئمة التسعة أجر الله، وأنا مبرئ نفسي إلى الله من أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة. الحمد لله. طيب، منذ متى تتابعونه؟ والله صراحة يا شيخ، أنا من فترة يعني قائل كتير أنا طيب. يعني متابعك، يعني قبل كنت أني أشوف لك، ما كنت صدق أنه الشيء هذا يعني اللي كنت أنت أبدا، بس من فترة صار في نقاش بيني وبين أي ماني؟ نعم نعم، أي تفضلوا كملوا. أي من فترة صار في نقاش بيني وبين أخ شيعي عراقي، طيب، طلبت منه أن يتناقش معه بالمذهب الشيعي والمذهب السني. طيب، عن مجمع يعني صار نقاش بيناتنا، وللأسف يعني ما كان عندي أي دفاع عن عائشة وعن عمر وعن أبي بكر. طيب، يعني أنا هم اللي صدمني. ما هي الأشياء اللي صدمتكم في شأن عائشة؟ الأشياء كتير، هي الروايات اللي مثلا اللي موجودة في كتبنا، مثل أكثر رواية صدمتكم، أكثر رواية صدمتكم. الرجل اللي نزل بعائشة، يعني هي الأشياء هي أكثر شيء اللي صدمتنا. يعني أنا هذا من عمري 30 سنة تقريبا، وهذا الشيء كان كيف هذا مخفي عنه. الحمد لله. ما وجدتم تبرير لرواية أن رجلا نزل بعائشة الشرح مثلا يقبله العقل أو يخرج عائشة من هذا؟ هي زوجة النبي يعني رسول أن عملت هيك، فنحن لازم نعمل لسه أكثر. يعني هنوجب مثلا نحن بالدين، إذا هي زوجة نبي عملت هيك فنحن لازم، إذا زمينا هذا مو حرام. الحمد لله، هنيئا لكم أختي الكريمة، رفع الله مقامكم، بارك الله بكم، خير ما فعلتم. الله يسلمك. والله يا شيخ، أنا طبعاً كنت مقدمة على معهد شرعي، بدي أدرس بالشريعة، كان هذا منين ممكن أدرس بالشريعة الإسلامية، بس لكن سبحان الله يعني إنه الهداية من الله. لا شكراً. يعني والله يعني قدمت وقبلوني طبعاً، إنه بالصيف يعني هلا هاي السنة كان لازم إني أدخل يعني بالمعهد الشريعة، بس لكن الحمد لله يعني من أول الطريق لا بعدت يعني تراجعت. شكرا لله، الحمد لله، الحمد لله. بس لكن أنا تشيعي إنه هو بالسر بدون علم زوجي، بدون علم أهلي. طيب، هذا الشيء. طيب، عادي يعني هذا مقطعكم يكون على اللايف ولا مو مشكلة؟ أقول عادي مقطعكم يكون على اللايف أو مشكلة؟ مشكلة. بس لكن أنا ما ذكرت الاسم، ما عندي أي مشكلة. أي نعم، ما ذكرت الاسم. أي الحمد لله، هنيئا، شرفنا بكم كل الشرف، يا أهلا ومرحبا، يا أهلا وسهلا. الله يسلمك. الله مقامكم. بس بدنا نتعلم كيف طرق الصلاة وطرق العبادة، ما بعرفنا عنها أي شيء طبعا. أي نعم، صار هذا حقكم، إن شاء الله أرسل رقمكم إلى الحاج أبو أحمد يتواصل معكم. جيد، إن شاء الله. الله يبارك فيك يا شيخ. الله يبارك فيكم. الشيء اللي قدمني أكثر إنه بكل ما أعطاك شيخ، إنه ما التقى يعني إنه أحد من يدافع عنه عن عائشة أو دليل إنه شيء إنه يبرئ عائشة من الشيء هذا. إنه هو اللي صدمني يعني، إنه يعني تقصدون المتصلين اللي بالقناة؟ نعم؟ تقصدون المتصلين اللي بالقناة؟ ما فهمت السؤال، كلامكم. إيه أنا قصدي، أنا بقصد إنه
قراءتك يعني كلياتها انه ما انت مؤخذ يعني انه السنه يعني انه يدافعوا عن عائشه يعني ما في يعني اي دليل مقنع وراءتهم هذا الشيء اللي هو المخلي يعني من صدم اكثر واكثر يعني اي نعم ما يقدرون اي لن يقدروا لم ولن يقدروا. شرفنا بكم، يا اهلا ومرحبا، يا اهلا وسهلا. الله يسلمك رب، الله يبارك فيك شيخ، الله يبارك فيكم، الله يحفظكم، في رعاية الله، في أمان الله، يا اهلا وسهلا. السلام، الحمد لله، شكرا لله. أرادت تدخل كلية شريعة، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله، شكرا لله.